طبعا ليس هناك أي تغيرات هيكلية في السوق، ولم يكن هناك أي تغير يحدث في السوق، إنما كان الارتفاعات التي حدثت للسوق خلال فترة 9 شهور الماضية هي نتيجة عملية إدراجات عدد من الشركات، والتي كان لها ثقل كبير في المؤشر، فبالتالي ساهم في عملية ارتفاع المؤشر بشكل عام. على سبيل المثال شركة أكوا باور وشركة علم وشركة لوبريف بحكم إدراجها الأخير في السوق السعودي، وكان لها تأثير إيجابي على المؤشر العام. لكن الملفت بشكل إيجابي هو ارتفاع السوق بشكل جيد خلال فترة 9 شهور الماضية، فالسوق يعني تحرك بحركة جيدة حتى وصل إلى مناطق 12400 نقطة بارتفاع بحدود 10.6%. لو عدنا إلى الأسباب التي دفعت للسوق السعودي لهذه الارتفاعات الجيدة والتي انعكست بشكل إيجابي على نفسية المتداولين، نجد أن هناك أمور جوهرية خاصة بالسوق أو تعتبر أمور داخلية للسوق. كان لدينا إدراج لعدد من الصناديق الاستثمارية، ونحن دائما نقول أن الصناديق الاستثمارية هي تعتبر أداة جيدة للسوق، وهي التي تساعد السوق على عملية التماسك وعملية الارتفاعات. فمنذ إدراج عدد من الصناديق من عدد من الشركات البيوت الشركات المالية والبنوك، كان لها أثر إيجابي على السوق، وكان هناك ارتفاعات جيدة في هذه حيازة الصناديق لعدد من الأسهم، ساهم بارتفاعات جيدة للسوق. لا تنسي أن جانب آخر جدا، وهو أن في الفترة الماضية كان هناك إشارات إيجابية أو تحسن في الاقتصاد الأمريكي، بدءا من تراجع مستويات التضخم، أيضا مع اتجاه الفدرال الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة والتلميحات أنه سوف يستمر بخفض أسعار الفائدة، ساهم بالارتفاعات الجيدة حتى مناطق 12400 نقطة. عندما وصلنا إلى 12400 نقطة كانت هناك إشارات فنية أن السوق السعودي مقبل على جني أرباح وتصحيحات سوف تحدث للمؤشر، وحدث ذلك تزامنا أيضا مع الأحداث الجيوسياسية التي تضغط الآن على المنطقة وساهمت في تراجع السوق. لكن رغم تراجع السوق حتى الآن وهذه التصحيحات التي تحدث في السوق، إلا أن السوق لم يغير اتجاه فنيا، فنحن لازلنا نسير باتجاه صاعد على الفريم اليومي، ونحن نتداول الآن فوق متوسط 100 يوم الذي يمثل مناطق 12030 نقطة، تعتبر الآن هي مناطق دعوم جيدة للمؤشر، ونحن بعيدين عنها بحدود 100 نقطة، وأتوقع أن تستمر هذه الضبابية بحكم ما يحدث في الأوضاع الجيوسياسية وعملية التخارج من المستثمرين الأجانب وخفض ملكيتهم. طيب دعني أسأل سيد محمد، يعني نحن الآن مقبلين على بدء صدور نتائج أعمال الشركات للربع الثالث، هل يعني خاصة بعد ربع الثالث كان قوي من حيث أداء المؤشر، كنا تابعنا ارتفاعات قاربت 5% تقريبا بقيادة القطاع المصرفي، هل هناك قطاعات تتوقع أن تتفوق من حيث الأداء، يعني القطاع المصرفي على وجه التحديد، أو يعني حتى يعني ما توقعاتك بشكل عام حتى لقطاع البتروكيم على سبيل المثال؟ أستاذ الفاضل، خلال هذا الربع هو يعتبر ربع متميز للسوق بشكل كامل، فخفض أسعار الفائدة سوف يساعد عددا من الشركات في خفض تكلفة التمويل التي لديها. على سبيل المثال شركات البتروكيميكال عانت في الربعين الماضيين من ارتفاع تكلفة التمويل، بالإضافة إلى الأمور الأساسية في الأوضاع البتروكيميكال من تراجع أسعار النفط، من ضعف الطلب على منتجات البتروكيميكال. الآن عامل جيد أصبح يظهر في هذه الشركات البتروكيميكال، وهو خفض أسعار الفائدة، فبالتالي سوف تقل عليها تكلفة التمويل. بالإضافة إلى جانب آخر جدا، أسعار النفط يعني خلال هذا الربع تحسنت ووصلت الآن إلى مستويات 71 دولار، وبرنت 75 دولار، فبالتالي متوسط أسعار النفط في هذا الربع فوق مستويات 70 دولار، فبالتالي سوف يساعد شركات البتروكيميكال على النمو جيد. إذن لدينا قطاعين نتوقع لهم أن يكون هناك ربحية جيدة، قطاع البتروكيميكال بالإضافة إلى قطاع المواد الأساسية بحكم الطلب الجيد الذي سوف يكون هناك انتعاش على السوق العقاري.